أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عن الذي يقيم الحد على من استحقه، هل هو الإمام أو أي أحد، علما بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ضرب عنق الذي لم يرضى بحكم رسول الله. الحدود يقيمها السلطان، لأن هذا من صلاحياته، أو من ينيبه السلطان، قوله صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا توكيل في إقامة الحد. وقال صلى الله عليه وسلم في السارق الذي اعترف عنده وكرر الاعتراف، قال: اذهبوا به فاقطعوه. هذا توكيل، فالإمام يوكل من يقيم الحدود. وأما فعل عمر رضي الله عنه لأن هذا مهدر الدم الذي رفض حكم الشرع ويريد أنه يحكم بغير ما يطلب الحكم بغير ما أنزل الله، هذا ارتد عن دينه وصار مهدر الدم. قتله عمر لأنه مهدر الدم، وعمر له صلاحيات ليست لغيره، لمكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم، قربه من الرسول، وهو وأبو بكر هما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ومستشاراه، فله من الأهلية ما ليس لغيره رضي الله عنه. نعم.